السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت من بين الناس اللي كنت متبع الحاله ديال عبد الرحيم الله يرحمه. عبد الحليم. عبد الحليم نعم. اشرح لنا واشرح للمغاربه كيف كانت الحاله ديالو وكيفاش تدهورت الحاله ديالو وكيفاش ما لقاش يعني الاسعافات الاوليه وما دارش لي العمليه هنا بالمحمديه وعلاش صيفطوه لكازا. السلام عليكم مجددا جميع الاخوان المغاربه داخل ارض الوطن وخارجه. كنشكر الاخوان الصحفيين اللي كنتوا من الاوائل السباقين الله يجزيكم بالخير اللي نشرتوا الخبر ديال الاخ عبد الحليم، ونتمنوا من الله يجعل العمل ديالكم خالص لوجه الله. المهم عبدو ربه محمد الناظر المنسق الاقليمي للمنظمه المغربيه لمحاربه الرشوه وحمايه المال العام بمدينه المحمديه ونواحيها. انا اول ما سقط الخبر ديال الاخ عبد الحليم من بعد ما كان زلق في الحمام وتصاب بالكسر في الرجل ديالو الايمن، اتصل بي الاخ ديالو وقال لي ودي راه الاخ ديالي راه وقع عليه واحد الكسر في الرجل ديالو الايمن، وديته للمستشفى مولاي عبد الله، وراه قالوا لي غتخلص عليه واحد المبلغ ديال 150 درهم ديال لابيلونس، حيت قالوا لي ما عندهمش طبيب ديال العظام هنا في المحمديه اللي غيشوف الحاله ديالو. من بعد الاخ ديالو ما عندوش باش يخلص هذيك ال 150 درهم وباقي الصوائر اللي تابعوا في السبيطار ديال بن رشد. مسكين الغالب الله عز وجل اضطر باش يرجعوا للدار. مين رجعوا للدار بعد مده الاخ ديالو كيتصل بيا اكثر من 10 ايام جاي لواحد 15 يوم او 18 يوم، اتصل بيا قال لي الا كنت تعرف الاخ شي اخوان شي محسنين اللي تعاونوا مع الاخ ديالي باش يعاونوا على حساب التكاليف ديال المستشفى وداك الشيء. قلت مرحبا راه اتصلوا بالاخوان الصحفيين الله يجزيهم بالخير باش يوصلوا الميساج، والنمره ديالو راه طلع تما لكن المحسنين راه غيتصلوا به ويتعاونوا معاه. فعلا الحمد لله المغاربه كما معروف عليهم الكرم ومعروف عليهم كيتعاونوا مع بعضياتهم، وكما كيقولوا الدرويش ما كيحس غير بالدرويش خوه. الحمد لله اخ عبد الحليم لقى الناس المحسنين كما الاخوان والاخوات ديالنا المغاربه اللي كيلقاو المحسنين اللي كيوقفوا معاهم، فهذاك العمل راه الله اللي غيجازيكم عليه. المهم صيفطوا لي الناس المبلغ ديال الفلوس باش يقوم بالفحوصات ديالو ويكمل الاجراءات ديال باش الاخ ديالو يتعالج. المهم من بعد كنتفاجئوا من مشينا دينا المستشفى، رجعنا المستشفى مولاي عبد الله قلنا لهم السيد ها هو دابا حاليا راه الناس الحمد لله بها وقفوا معاه المحسنين اللي غيخلصوا عليه ذوك الواجبات والتكاليف ديال المستشفى. رفضوا لينا الناس ديال المستشفى مولاي عبد الله لسبب قال لك اودي حنا هاد السيد دابا ما بقى عندنا ما نديروا ليه. بتصريح من الدكتور ديال العظام بمدينه المحمديه قال لك الحاله ديالو تدهورات والرجل ديالو تنفخات ما يقدرش نتحمل المسؤوليه ديالو نقرب ليه انايا. قلنا ليه المعمول قال لك انا ما عندي ما غندير ليه. مشى الطبيب ديال العظام جاو الناس ديال المستعجلات قلنا ليه مشينا المعمول قال لك اودي ديه لكازا. فعلا مشينا دينا لكازا اتصلنا بالناس ديال المجلس الله يجازيهم بخير على هذه النقطه بعدا كاين. المهم تعاونوا معنا عطاونا الاسعاف ديال الدوله الله يجزيهم بالخير. ديناه السبيطار ديال بن رشد بالدار البيضاء، من بعد ما شافوا الطاقم تما الطبي ديال العظام بقينا قالوا لنا تسناو واحد المده نستشروا مع البروفيسور ديالنا. من بعد ما واحد تقريبا واحد الساعه جا عندنا واحد طبيب من بين هذوك الاطباء قال لنا ودي راه تستشرنا مع البروفيسور، وقال لنا الناس ديال المحمديه غيبقاو يصيفطوا لنا الناس من المحمديه لكازا. علاش واش انتم ما عندكمش راه كاينين تما اخصائيين ديال العظام؟ قلنا لا ودي حنا راه ما قالوا لنا ما كاينش ولكن حنا ما عارفينش. قال لكم المهم حنا تما ما عارفينش، حنا راه عارفين وحنا اولى بهذاك السبيطار منكم وعارفين الخبايا ديالو بحال ما هكا. قلنا له واش بحال هاد الخبايا؟ قال لك الخبايا ديالو هما الناس ديال تما ديال السبيطار مولاي عبد الله ما كيبغوش يخدموا، ديما كيصيفطوا لنا عده حالات خاصهم يتعالجوا في مدينه المحمديه على قلة الله اكبر تيصيفطوهم. نسالي والله نرجعوا من بعد الاذان كملوا. المهم قال لك اخويا الناس ديال بن رشد بان الناس ديال المحمديه ما كيبغيوش يخدموا، ديما كيصيفطوا لنا بحال هاد الحالات عده، وحنا غنبقاو ديما ندرقوا عليهم، ديما نبقاو اي حاله صيفطوها لنا نبقاو نخدموها حنا وهما باركين تما بهذا المصطلح، والله شاهد على ما اقول. وحنا الله كجايين من المقبره ما عرفناش واش ندركوا هاد العشيه ولا ما ندركوهاش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اصبحت فلا تنتظري المساء واذا امسيت فلا تنتظري الصباح. حنا كلنا في هذه الدنيا حنا دايزين، راه إذا مات ابن آدم قال لك انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإذا مات ابن آدم أيضا يتبعه ثلاث: يتبعه ماله ويتبعه أولاده ويتبعه عمله، فيرجعان اثنان يرجع المال ويرجع العمل.
فيبقى فيرجعوا للمال ويرجعوا للأبناء، فيبقى معه العمل. أي واحد مسؤول فليتقي الله في عباده. أي واحد حاول من رجعتوا للمحمدية، أنه مشيتوا للموريسكو وعاودوا ردوكم للمحمدية، المحمدية شنو قالوا لك؟ قال لنا علاش رجعتوا السيد؟ قلنا له ما ودي رجعنا السيد، راه اللي سبب من الناس ديال الهي ديال بن رشد، راه من بعد الناس حاضرين ديال المجلس، السيد مو سيارة اسعاف اللي مشى معنا النهار الاول هو حاضر وسمع كل شيء بودنيه. قالوا لك ردوا هذاك السيد، راه خصو يتعالج في المحمديه، حنا ما عندنا ما نديروا ليه هنا، كاينين الناس راه كازا راه كبيره وكيجيو الناس من مناطق اخرين ما عندهمش سبيطارات. المحمديه شنو قالوا لك؟ رديناه قال لك اخويا شنشوفوا اش غنديروا ليه في الحاله ديالو. من بعد قال لك اخويا شويه من بقاو كيستاشروا مع بعضياتهم شويه، قال لك صافي عديوه للدار تنشوفوا اش غنديروا في هذا السيد، وحنا ما عندنا ما غنديروا ليه دابا حاليا. عاودنا اضطرينا رديناه للدار، من بعد من الدار عاودنا رجعناه للسبيطار، عاودوا من السبيطار عاوتاني رجعونا لبن رشد النوبه الثانيه، عاودوا من النوبه الثانيه من بن رشد عاودوا نفس لقينا اطباء اخرين ديال العظام، عاودوا نفس داكشي اللي داروا معنا الناس الاولين ديال قسم ديال العظام، عاودوا حتى هما تستشروا مع البروفيسور ديالهم، عاودوا قال لنا خصكم تردوه للمحمديه، السيد خصو يتعالج في المحمديه. عاودنا رجعنا للمحمديه، عاودوا الناس ديال المحمديه قالك علاش رديتوا هذا السيد؟ قلنا لهم هذا السيد راه عاودوا رجعوه لكم من بن رشد، حنا حاليا راجيين من بن رشد. داوزوا الاتصالات ديالهم مع بعضياتهم، قالوا لهم داك السيد خصو يتعالج عندكم، المهم شدوه عندهم هنا، قلنا لهم السيد راه ما عندنا فين نديوه، شدوه عندهم هنا في السبيطار في مولاي عبد الله، بات عندهم واش نهار ولا يومين. من بعد شي 3 جوغ تقريبا واقيلا شي 3 ايام على ما اظن، من بعد اتصلوا بالناس ديال بن رشد قالوا لهم اودي حاولوا كيفاش شدوه، الناس ديال بن رشد رفضوا ليهم، عاودوا دوروا التليفونات صيفطونا لواحد السبيطار ديال حي مولاي رشيد، دينا قالك لك صافي عسير ديو، قلنا لهم السيد راه ما غنبقاوش نديو فيه ونجيبو فيه، قالك لا صافي سير حنا اتصلنا بهذوك الناس، دينا فعلا السبيطار ديال مولاي رشيد. من بعد واحد المده اتصلوا بنا الناس ديال مولاي رشيد قال لنا غتجيو هذا السيد، راه حنا ما عندناش حنايا اللوازم اللي غنقوبوا بها السيد، غديو وديو لبن رشد. عاودنا عمروا لنا واحد رابور واحد الورقه دينا لبن رشد، من رجعنا لبن رشد بقاو شادين، وتما دخلنا لواحد الجناح ديال الربعه ديال الاختصاص ديال العظام، من جناح ديال الربعه عاودوا قال لك حتى هما دوك الناس ديال القسم ديال الجناح ديال الربعه، السيد رجل تنفخات خصنا نديروا ليه شي راديوات وشي ليريم وداك الشيء، داروا ليه شي ليريم وداك الشيء، لقاو بان الحاله ديالو تدهورات ورجعت للور. من بعد ما السيد بقى كيعاني والحاله ديالو مسكين الدوره الدمويه تقالت، ما بقاش الدم كيدور لواحد، لانه واحد الفتره هو بارك راه بالسيف الدم ما غيبقاش يدور، لقيتي باركه في واحد الكرسي نص النهار كيسير كيحس بالكلاكاج كيشدوا في رجله، وما بالك بايام وايام، راه فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الدورة الدموية تقالت، عاوتاني شافوا خرجوا لنا شي دواء آخر قال لك باش يجرى لي الدم. من بعد ما جرى لي هذاك الدم داروا لي واحد الفحوصات أخرين، لقاو عدوا بأنه تكون شي ورم في الظهر ديالو وهذاك الشيء. المهم بقاو تيقولوا لنا دابا السيدة، واحد السيدة محسنة الله يجزيها بخير، شرات لي المسائل اللي كتب لي الطبيب ديال باش غيفتح ليه الحديد وهذاك الشيء. من بعد قال لك اودي حنا ما نقدروش نشري حتى الاخ ديالو خلص، راه باقي عندو لدابا الروسي باش خلص الحديد الواجبات ديالو، قالوا لي دابا راه ما عندنا باش نديروا ليه دابا، خصو حتى نشوفوا الحاله ديالو بما ولا عنده شويه الجهد ولا عنده فين نديروا ليه العمليه، لان السيد راه الدوره الدمويه والمده اللي بارك فيها والحاله الدوره ديالو رجعت للور بزاف. عموما دابا وقع في الاخر وقع حبيس هذاك شحال هو في ديال بن رشد اخويا، راه حتى هو ضرب فيه تقريبا واحد جيل اسبوعين وما يزيدش، تقريبا شي دابا شي اسبوعين تقريبا كامل وقع ليه. تتصلت انا واحد ما قدر يعالجو والو، ما عالجو ما والو، حدو اخر مره شي اكثر من دابا تقريبا جيل واحد اكثر من اسبوع تقريبا شي اسبوع 8 ايام 9 ايام، مشيت انا والاخ ديالو، كانوا الناس ديال بن رشد حتى هما قالوا الاخ ديالو صافي هذا الاخ ديالك راه ما عندنا ما نديرو ليه، حنا سير ديه. قال لي ما ودي الاخ ديالو راه ما عندي فين ديه، قالوا لي سير ديه حنا ما عندنا ما غنديروا ليه حتى حنايا. قال لهم توا الاخ ديالو راه ما عندي فين ندي هذا السيد، واش انايا نبقى نجري فيه من السبيطار ونبقى ندير للدار؟ راه انتم شنو الدور ديالكم كاطباء وهادي؟ قالوا لي سير سيدي خرج علينا سيدي من تما، ما بغاش ديه ما والو، علاش جاي عندنا هنايا؟ قال لهم صافي راه الناس اللي كانوا جابوه النهار الاول منكم اليوم، هما من سمعوا الناس النهار الاول اللي جابوه، قالوا شكون هاد الناس اللي جابوه؟ قالوا الناس واحد السيد فاعل جمعوي وفاعل حقوقي، قالوا لي عطينا النمره ديالو اتصلوا بيا. فعلا اتصلوا بيا، جاوبت الماجور ديال القسم ديال قسم 11، جاوبته قال لي السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام الى اخره، قال لي واش الناس ديال الجمعيه هذو؟ قلت له اياه، قال لي راه بغيناكم تشوفوا تجيو تشوفوا الحاله ديال الاخ اللي حاطينه في السبيطار. قلت له مرحبا،
دار معايا الغدني، مشينا فعلا انا والاخ ديالو، مشينا الغد ليه، شافنا الماجور المسؤول تمايا على قسم ديال الجناح 11، قال لك اودي السيد راه شنقول لكم، السيد كان خصو يتعالج في الايام الاولى، عاود جدد لينا نفس الكلام، قال لك راه ما متعالجش في الايام الاولى، دابا حاليا راه خصنا نتسناو حتى نشوفو حتى يجرى ليه الدم ديالو، حتى شويه يولي شويه لاباس ويتخفف عليه الالم اللي في الصدر ديالو اللي ولا، وهذا الشيء اللي ولا في الظهر، فهمتيني؟ قال لي قلت له المعمول دكتور الله يجزيك بخير، قال لك المعمول المهم باش ما كان غنعطيكم المعطيات باش ما كانت، المهم انا نبقى نتصل بك. فعلا السيد ما بقى اتصل بيا ما والو، واخا قال لي عطاني الكلمه بانه غيبقى يتصل بيا، بقيت انا مره كنتصل به كنسولو على الحاله ديال الاخ عبد الحليم فين وصلات. حتى البارح انا يا كان وقع عليا واحد الكسر في يدي، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، الاخ ديالو اتصل بيا قال لي انت ممكن اخويا سي محمد تسول لنا داك الماجور بغينا نجيو نشوفوه، قلت لي واخا مرحبا. اتصلت بالماجور، ايه دكتور الله يجزيك بخير راه الاخ ديالو راه بغى يجي تما يسول وبغى يشوف الاخ ديالو فين، واش باقي عندكم في القسم 11 ولا شنو هو؟ قال لي بحال ما هكا بهذا المسطره، قال لي واش ما في اخباركم؟ قلت لي شنو؟ قلت لي ما في اخبارنا شنو واش واقع دكتور؟ قال لي عدم الله واجركم راه الاخ عبد الحليم راه مات. قلت لي شكون تقول دكتور؟ قال لي راه مات، راه هذا الشيء ما نتفلاش معاك فيه. قلت لي كيفاش تا مات السيد؟ واش كان غير في كسر تا ولا في؟ قال لي شنقول لك اخويا هذا الشيء اللي عطى الله بحال ما هكا بهذا المفهوم. والله راه كيعطينا شي حاجه اللي زوينه، كنتمنوا من هاد المسؤولين هما اللي يديروا الواجب ديالهم. واش بحال دابا كداك الماجور واش انا مخلي ليه الرقم ديالو والاخ ديالو كما صرح قبيله، انا مخلي ليه الهاتف النمره ديالي، والسيد اللي تما ناعس عبد الحليم عنده واحد الساشيه ديال الدواء ديالو وكاينه فيها الفوتوكوبي ديال لاكارد وفيها واحد تليفون عادي، والسيد كيتصلوا به خوته ولا شي واحد ولا من مجيب. كيفاش ما كاينين السميات نوامر، كاين هو كاتب عليهم الاخ ديالي المهدي، كاتب الاخ نور الدين، كاتب فهمتيني السميات، مع السيد الحمد لله كان قاري ماشي شي واحد لي امي ولا شي حاجه، كان كاتب السميات. ما اتصلوا بينا ما والو، حتى اتصلت بهم من البارح ملي اللي صدمني بهذاك الفاجعه ديال الموت ديال الاخ عبد الحليم. انا لله وانا اليه راجعون. رسالتي كنطلب من صاحب الجلاله نصره الله، راه الشعب ديالو كيبغيه وكيحب البلاد ديالنا وكيموت على البلاد وراه مستعد للتضحيه من اجل هاد البلاد، ولكن راه كنطلبوا منك صاحب الجلاله باش هاد الناس المسؤولين لا من وزاره ولا من اي واحد في شي منصب باش يقوم بالواجب ديالو، راه المواطنين راه كيعانيوا في الصمت، في صمت شديد خصوصا في الصحه، في مجال الناس راه كتعاني غير من الشغل وكتلقى مساكن ما لاقينش مي ياكلوا، ولكن ما بالك من كتوصل للصحه رتاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.